النهارده قصتنا قصه جميله جدا عن السيده زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا كذا زيانب في السيره، هناخد كده النهارده السيده زينب بنت الرسول عليه الصلاه والسلام. السيده زينب هي اول مولوده للنبي صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه، والسيده زينب تزوجت العاص بن وائل ابن خالتها، اتجوزت العاص بن وائل ابن هاله بنت خويلد اخت السيده خديجه. طبعا السيده زينب لما يعني بلغ الامر منها وتكلم عنها العاص بن وائل يخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم، اتى النبي يسالها: يا زينب، خطبك العاص، فما رايك؟ فسكتت، فكان سكوتها يعني سكوتها وصمتها علامه الرضا. وهنا طبعا يعني سبحان الله، يعني اما ياتي الاسلام ويؤسس للمراه وللبنت ان لا تتزوج الا باذنها، وقالوا يعني ومعنى الاذن بقى ان هو لما تقول اه لا موافقه. زمان يعني زمان كانوا بيسكتوا فالسكوت علامه الرضا، يعني دلوقتي لا، هم بيتكلموا ما شاء الله، بل هم اللي بيجيبوا كمان يقول لك ايه رايك اما فلان ولا فلان. الله سبحانه وتعالى يا رب يعني بالستر لبنات الامه. فتزوجت السيده زينب العاص بن وائل، وطبعا كانت في محض نزول الوحي، فاتت السيده خديجه جمعت بناتها وقالت لهم طبعا نزل وحي لوجد سيدنا جبريل على ابيكم، وحكت لهم القصه، فطبعا يعني صدقوا طبعا الكلام وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو ابوهم وهو النبي، وهو يعني امنوا بنزول الوحي عليه. المشكله اللي حصلت بعد كده ان امن سيدنا علي وامن سيدنا ابو بكر والسيده خديجه وبنات النبي صلى الله عليه وسلم الا زوج السيده زينب العاص بن وائل لم يؤمن. وكان لم يؤمن ايمانه مش على بلاه، والله يعني لم اجد افضل من ابيك وانا غير مكذب، ولكن لا اريد ان يقول العرب ان انا اتبعت دين يعني ابو ارضاء لامراتك، يعني اتبع دين محمد ارضاء لامراته زينب. يعني زمان يا جماعه كان حته الموضوع ان الزوج او الراجل بصفه عامه يكون عنده الامور اللي هي عاليه قوي الخاصه بالذكوريه وبالرجوله كانت عاليه جدا. ما ينفعش امراه تراجعني، ما ينفعش امراه تقول، ما ينفعش واحده تطلع تعمل كذا، فالامور دي كانت عاليه عندهم جدا. لكن انا عايزه اقول حاجه جميله، هو ينفع ان احنا نراجع الرجال؟ يعني احنا قصص النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حفصه وغيرها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينفع ان الراجل يعمل الحق حتى لو كان من جهه امراته؟ لما يجي عندي مشكلة في البيت والمشكلة ديت يبقى على إثارها حاجة جميلة جدا إن تحصل، هو رافض أمر معين وهي موافقة على أمر معين، ينفع إنها تراجعه؟ ينفع. ومين يسمع كلام مين؟ الحق يمشي، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان، يبقى الحق هو اللي يمشي، مش عشان أنا الراجل كلمتي تمشي، بس ساعات تبقى غلط. او الامر الثاني، لا ده هي زوجتك هي اللي رايها صح، لا فانا ازاي اسمع كلام واحده ست؟ لا، الحق يمشي. طيب تيجي زوجه تقول لك ده هو مصمم وعامل مشكله وهو رايه اللي لازم يمشي وعايزني اطيعه في الامر ده. بصي، عشان بس نطلع من الحرج الشرعي في الموضوع ده، انت ما عليكي الا انك تنصحي، يعني يا ابن الحلال انا الصح 1 2 3 وانا شايفه كذا، وبرضه اللي انت تشوف، يعني ارجع كره اخذ الراي والقرارات في ملعبه تاني، ويا ابن الحلال الوضع 1 2 3 وبرضه اللي انت تشوفه. طب مرضاش وهو كده والراي هتخسرنا، الدنيا هتحصل وهترجع تقول ما اسمعش. اسمعي، فما عليك الا الطاعه، اخذ القرارات وما يتتبع عليها من نتائج هو اللي يحاسب عنه. ليه؟ لان هو رب الاسره، لان هو القيم عليك، لان هو الراعي اللي مسؤول عنه، فالقيوميه عليك تستوي، خلاص انت تتحمل نتيجه القرارات. يبقى ما عليك انت كزوجه الا انك تقول الراي الصح. طب خلاص قلتي وما سمعش الكلام، يا سلام يا سلام. طيب القرار غلط وهيجي عليه نتائجه وغلط وغلط. اسمعي، طاعه المراه لزوجها زي ما قلنا طاعه واجبه بجمهور العلماء. طيب ببركه، اسمعي، ببركه طاعتك لزوجك في الامر الخطا اللي انت شايفه انه خطا واجمع الناس كلهم انه خطا لكن هو مصمم عليه، فببركه طاعه الزوجه للامر ده الله عز وجل يضع صحه القرارات، حتى صحه النتائج حتى في القرارات.
للدرجه دي. يبقى الله سبحانه وتعالى ده الاحتساب، وده معنى ان انا بمشي امور البيت وفاهمه انا منظومه الزواج ايه، ومش الدنيا مش جواز وحب وخروج وفوتوسيشن ومش عارفه وايه والفستان والفرح والناس، لا دي منظومه نسال عنها، تسالي عن الرعيه اللي جايه وتسالي عن طاعتك لزوجك. فببركه الطاعه الله سبحانه وتعالى يجعل البركه في الامر اللي كل الناس منطقيا وسببيا شايفينه ايه؟ شايفينه غلط.